دل على السلامة يا سعيد بيه. أجيب لك كرسي تستريح عليه؟ ملوش لزوم، قاعد على الأرض أريح. مش عايز حاجة؟ أجيب لك أي حاجة؟ مبقاش في حاجة تنفع. ما تأخذنيش في السؤال، أنت إيه اللي جابك؟ كان نفسي أشوف العيال ولو لآخر مرة. محدش حبني في حياتي بجد إلا هما وأبوهم. أيوه، إنما الباقي كانوا بيحبوا الجنيه اللي في جيبي. وديك شفت بنفسك اللي عملوه. شفت يا باشا. باشا؟ الباشا خلاص يا رضوان، هيشرف في السجن. ما هو انت اللي عملتها بنفسك. اصلا مش فارقه معايا كتير، مفيش فرق بين حبسه السجن وحبسه الدار اللي كنت فيها، انما هما هتفرق معاهم كتير. ومش انا اللي اسيب لهم فلوس يتمتعوا بيها بعد اللي عملوه فيا. عايز اقول لك اللي جوه قلبي، بس خايف تزعل مني. لا قول يا رضوان قول. يعني هي جت عليك؟ انا ما سمعت من اللي يسوى اللي ما يسواش. الفلوس اللي انت زعلان عليها دي كانت نار في جوفك وذنب فوق كتافك. مين عارف، مش جايز ربنا عمل كده عشان يخفف من ذنوبك وتطلع له خفيف. انا عمري ما اذيت غير اللي اذاني، ولا غصبت على حد في حاجه. مراتك عملت اللي عملته بمزاجها، وابنك هو اللي جه لحد عندي وبس ايدي كمان. ربنا يرحمها ويهديه ويغفر لك يا باشا. انا عاوز منك خدمه يا رضوان. رقبتي بس ما تقوليش خبيني عندك. لا لا، بس لو شفت امل وعلي قول لهم ان عمري ما حبيت حد في حياتي غيرهم وغير ابوهم محمود الله يرحمه. قول لهم أمهم غلطانة، أنا اللي غلطان. خلاص ما عادش يجي منه. يوصل يا باشا، إذا كان علي بيه في اسكندرية، الهانم الصغيرة عند جدها في الفيلا أقل من ساعة تكون عندها. عبد المجيد هيذلني. ها وبعدين قام وصل. اتفضل معانا يا سعد بيه. اهلا سعادة الباشا، انا عارف انكم جايين، معلش تعبتكم معايا. انا اسفه يا ماما، بس ما قدرتش امنع نفسي. انا عايزه اسالك سؤال، بس مش عايزه يعني افتح عينك. انتي بتحبيه؟ وحاسه يعني ان هو ميال لامل اكتر، مش كده يا ماما؟ المصيبه ان هما كل ما بيتخانقوا انا اللي بصالحهم على بعض. كده يا ماما بتضحكي عليا؟ طب انا غلطانه ان انا اتكلمت معاكي. لا يا روح قلبي، البنت المؤدبه المتربيه لازم تحكي لمامتها على كل حاجه. بس اصل انتي فكرتيني بالايام الحلوه. يا ماما برضو بتضحكي تاني. اصلا انا افتكرت الراجل بتاع الشوربه. شوربه؟ كان في واحد راجل متقدم لي، بس اول ما شاف ملك لا قصدي كان في واحد متقدم لملك، وبعدين اول ما شافني وشاف قد ايه انا احلى منها وطواعي احسن منها يعني راح متقدم لي انا على طول. قمت انا ماسكه طبق الشوربه سخنه مولعه ودلقته عليه. شوربه؟ كل حاجة فيها كانت حلوة، جمالها، شخصيتها، طباعها، كل الناس كانت بتحبها، وبابا كمان كان بيحبها أكتر مني. غيرت منها قوي، كرهتها، كنت بحاول أضايقها بأي شكل، وساعات كنت أقول لنفسي ليه يا رب اديتها هي كل حاجة وانا ما عنديش اي حاجة. يا ماما ايه النحس ده؟ يعني انا بحكيلك عشان تعقديني زيادة؟
لو خيروني دلوقتي بين جمالها وشخصيتها وكل الحاجات اللي حكيت لك عليها وبين سجنها وبهدلتها، هقول الحمد لله ومش هختار غير نفسي. يعني لا كده ولا كده. تعالي تعالي في حضن ماما. الله، عارفة لما احس بالحضن الجميل ده وقعدتي وسيكم وطيبة قلب ابوك اللي مش ممكن الاقي زيها، هفرح قوي وهفرح بنصيبي اكتر. بصي يا حبيبتي، مش عايزاكي تكرهي امل عشان انتي ما تتعبيش. كل واحد في الدنيا دي بياخد نصيبه اللي ربنا قسمهوله. ان شاء الله ان شاء الله نصيبك هيبقى احسن من اللي انتي عايزاه.